كويس جدا. انا لازم اشوف الشركه دي دلوقتي. الو 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 الو، شركه الزفت معايا؟ زفت على دماغك يا فندم. ده من ذوقك يا فندم، من ذوقك يا فندم. كنت عايز اسال على عرض الشقق اللي انتم مقدمينه ده. عايز ايه يعني؟ نعم، هو مش انتوا شركة الزفت للتسويق العقاري؟ امور اتفضل. والله كنت عايز شقة كده يعني مواصفاتها بسيطة. ثانية واحدة الشقة يا ابو فاروق. يا معلمي حبيبي الله يقويك. شايف الدنيا يابا؟ يعني كنت محتاجة 17 18 أوضة فيها 6 5 7 بلكونات، يكون فيها شغالة في الكلية وواحدة بعيالها. ورد ورد يكون في حلاق خصوصي كده. بس ما كنتش بيغني، بتخنق بسرعه. محتاج برضو يعني يجي لي مرتين بس كده في الاسبوع. القطاطه يا باشا طالع حبي يا ابني، مش هتغلى عريقك. معلش يا صاحبي. يا عم بص قدامك. لا دوجلاس دوجلاس. محتاج برضو يكون فيها وجع البريك من ايد البدن. تمام. عايز برضو طباخ، لو في طباخ يعني ايطالي بحب اكل مكرونات بيتزات كده يعني. الاكل يا عيال. انا بريد براحة ترتاح روح يكون مطرحة. وريد برضو تكون اوضة النوم الشمس بتتعامل فيها يوميا على الدولاب عندي، يعني يوم دخول الشقه ويوم جوازي. ارتاح روح يكون مطرحه. لا مش عايزه في المريخ، لا يعني عطارد كده فاهم، بس لا حر برضو مش عارف. يا عم ما تخلص بقى، انت في ايه كل ده؟ ايه يا عم كل ده؟ مش عايزه برضو تكون ايه غاليه يعني، بس يعني ممكن 1500 جنيه في الشهر. مش عايز ادفع مقدم، لا من غير مقدم ولا اي حاجه يعني. هو حضرتك عايز الموتزاريلا بره ولا بالكاتشب ولا ايه؟ لا موتزاريلا ايه يا فندم؟ لا بقول لك محتاج شقه مش شقه ب 1500 جنيه. حضرتك احنا مطعم الزفت السوري يعني، شقق ايه وبتاع ايه؟ مش فاهم حاجه. هو حضرتك مجنون؟ لن اقبل باي حاجه من اللي انت قلتها دي. تقفل يا حيوان. زفت وخرع على دماغهم يعني، وفي الاخر ما طلعتش شركه عقارات، طلع محل شاورما باين. انا بريد براحة ترتاح روح يكون مطرحة.